صاد الجنوب، أهلا بكم. بحث الوافد رجل بحثني النائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عضو مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء مع سفير الجمهورية التركية مصطفى بولات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بهدف توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. استعرضت الهيئة الإدارية للجمعية للمجلس الانتقالي تقرير لجنة الفكر والإرشاد الديني حول الوضع في الجنوب، مشددة على تعزيز عمل مكاتب الأوقاف وإدارة الفكر والإرشاد بالهيئات التنفيذية للمجلس، وتكثيف التوعية المجتمعية بخطر الأفكار المتطرفة التي تسيء للدين الإسلامي الحنيف. الهيئة تؤكدت على ضرورة تجنيب المساجد الصراعات الفكرية والمذهبية واطلاع مكاتب الأوقاف بدورها لضبط الخطاب الديني وتصحيح المناهج التعليمية التي تسوق للأفكار المتطرفة المخالفة للقيم المعتدلة. ناقش أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن مع عبد الرحمن حسن البصري رئيس نقابة المهندسين في العاصمة عدن اليوم الأربعاء سير العمل النقابي في المدينة. لملس اطلع على برامج النقابة وخططها التطويرية وجهود قيادتها في سبيل استعادة مقرها في العاصمة عدن لتعزيز دورها واستمرار أنشطتها، مؤكدا دعم السلطة المحلية للنقابة للمهندسين ومسعيها لتعزيز حضورها وطلعها بدورها المحوري في مسيرة البناء والتنمية. أحبطت القوات المسلحة الجنوبية في جبهة القرين المسيمر الحدودية اليوم الأربعاء محاولة اعتداء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكشفت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية الإجرامية شنت هجوما واسعا بمختلف الأسلحة، لكن أبطال القوات الجنوبية تصدوا بشكل فوري لنيران الميليشيات الإيرانية وكبدوها خسائر مادية وبشرية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.